تعليق حضرتك ايه على الارقام؟ لانه فيها جزء من اللي حضرتك قلته في البدايه، المكون الاوروبي او السوق الاوروبي. العربيات الاوروبي زايده او واخده حجم من السوق 54%، فده طبعا مؤشر واضح جدا ان الناس بقت بتتجه للاوروبي اكتر من الكوري او الياباني او الصيني، لان هو بقى بس الياباني طول عمره والالماني طبعا قبله مش كده يعني؟ الالماني ما هو الاوروبي، فالاوروبي هو النهارده الناس غير الياباني غير الكوري بالظبط غير الصيني، فالناس بقت بتجري على الاوروبي لان هو بقى سعره يمكن اقل او بنفس سعر الكوري او الصيني، مش الصيني يعني، ممكن نقول الكوري او الياباني. الغالبيه العظمى يا استاذ محمد من الناس بتهتم بالامان والعربيه المتينه والصاج المتين ووسائل الامان وعناصر الامان، ولا السعر بصراحه؟ هو دلوقتي السعر، هو على طول السعر يعني هو السعر رقم واحد طبعا، يعني السعر رقم واحد. بس في ثقافة عندنا اللي هي ان انا ادفع اكتر بس ابقى مطمنة وانا راكبة العربية، عندنا طبعًا الثقافة دي اكيد طبعا، بس هي البادجت والامكانيات فئة معينة، امكانيات هي اللي فئة معينة، فئة معينة فئة ما بتزيدش عن 5% من السوق او 10% من السوق. الامكانيات هي اللي بتحجم ان الناس تفكر في الامان اكتر او الشكل او الرفاهية قد ما هي عايزة تقتني العربية بأي شكل وبأي صورة، وبتقترض وبتعمل محاولات كتير جدا عشان تقدر انها تبقى عندها وسيلة مواصلات بالنسبة لها أمنة وفي نفس الوقت مريحة. لأنه قلت أولا السعر، السعر هو رقم واحد، رقم اتنين إعادة بيع، البيع اللي هو ان سعرها ما ينزلش قوي لما اجي ابيعها بالظبط، اللي هو ريسيل فاليو، وقطع الغيار والرننج كوست اللي هي المصاريف الشهريه والسنويه على العربيه. هم دول اكتر حاجه بيحكموا على قرار الشراء وبيتحكموا في قرار الشراء. خلي بس على حته صغيره مهمه قوي طبعا، على برضك على الحته الاوروبي دي برضك، خلينا نوضح صوره مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، يمكن الناس كتير جدا ما تفهمش او ما تعرفش ان ليه الاوروبي زاد نسبه دخوله مصر. هي مشكله مش مشكله خصم جمركي فقط هو اللي بيتحاج بيحكم المستهلك، مع ان حتى الخصم ده زي ما استاذ محمد قال المواطن ما بيستفيدش منه في النهايه، ما بيستفيدش. لا للاسف في حاجه ثانيه حضرتك، مشكله الاشتراكات الاوروبيه دي ساعدت على تخفيض الجمرك، فاصبح الجمرك اللي يتم تنفيذه على السيارات الاوروبيه وصل ل 12% فقط من اجمالي السيارة. في بعض الناس تحايلت على هذه الاستراتيجية على هذه الاتفاقيات ودخلوا سيارات غير أوروبية عن طريق أوروبا على إنها أوروبية، فتمتعت بالخصم الجمركي واستفاد بيها هو المستورد وليس المستهلك. وده على فكرة بيحصل في حاجات كتير مش بس في العربية، وده ضيع الدولة مبالغ رهيبة، وضيع على المواطن خصم كويس، وضيع على المواطن خصم. هو مش المواطن، مش المواطن ما تعرضش للخصم، ولكن في بعض السيارات بتنتج في دول مش اوروبيه بس بالتحايل بيجيبوا شهادات انها تم تصنيعها في اوروبا ويدخلوها مصر لانها تم تصنيعها في اوروبا، فعشان كده النسبه حضرتك زادت اوروبا. مش هو مشكله الجمرك فقط، لا هي مشكله ان في تحايلات حصلت على الاستيراد وبيسموه الاستيراد الرمادي، لانه بيتم رمادي لانه مش جاي الطريق الصحيح، لان حضرتك جه من سكه مش مظبوطه. فالنهارده المستهلك، هو المستهلك ما عندوش اي مشكله انه يشتري العربيه بنفس السعر المعلن، تمام، بس اللي استفاد بالفائدة كله هو المستورد. طيب قبل ما ادخل في جزئيه ثانيه مهمه جدا طبعا متعلقه بالطرق وتكدسات المروريه ورؤى حضراتكم المختلفه لعلاج المشكله المزمنه اللي موجوده معانا دي، حركة ليك بس نقطه تعليق على جزئيه الوحدات القياسيه بالظبط، وانه انا كنت سالت حضرتك انه احنا محتاجين ايه عشان نصل الى المواصفات القياسيه العالميه، حضرتك قلت ده الدوله اللي بتشتغل على الدور، لازم يكون عندنا وحدات لقياس هذه المواصفات القياسيه عشان يبقى عندنا. ما هو خلي بال حضرتك احنا النهارده لو ما عندناش صناعه محليه مش هيبقى لنا تواجد، الصناعه هي قاطره، صناعه السيارات هي قاطره الصناعه في مصر، احنا بنعتبر من ثالث او رابع اكبر دخل على مستوى الدخل القومي في مصر، احنا بندفع جمارك، بندفع ضرائب، بندفع مرتبات للعماله، بندرب ناس، بنعمل استثمارات في مباني، بنعمل استثمارات في مراكز خدمه، بنعمل استثمارات في مصانع، فاحنا عندنا قاطره الصناعه السيارات دي رقم مهول بيصرف سنويا، فاحنا ليه ما يبقاش عندنا استراتيجيه واضحه وصريحه توضح ان مصر قادره على تجميع سياره يتم
استخدامها داخل مصر وخارج مصر. ليه انا استنى الاوروبي يبقى عندي اتفاقيات؟ هو انا مش عندي يا فندم بعض السيارات زي التويوتا فورتشنر لا عندنا حاجات كتير تصنع. وعندنا حاجات كتيره صح؟ مش دي عندنا حاجات بتصنع. عندنا حاجات كلها تجميع طبعا اللي تجميع هي تجميع مش تصنيع. ما عندناش تجميع ما عندناش تصنيع خالص. انا بتكلم على ايه؟ ليه انا ما بقاش مصر كلها بتصنع وده اتجاه الدوله؟ مصنع النصر اخباره ايه يا فندم؟ لا مصنع النصر اللي انا اعرفه انه متوقف وفي مش في كلام ان هو هيرجع يشتغل تاني؟ كان في كلام بس هو توقف الكلام تاني مره اخرى. للاسف احنا عندنا مصنع رهيب يعني ده من المصانع الحقيقه اللي ده قطاع اعمال عام بالظبط ده من المصانع واللي هي يعني زعلنا عليها جدا. عدد عدد يعني المصنع كمصنع كقيمه ليه طبعا قيمته كبيره جدا بس مشكلته ان هو ما بقاش في حد مهتم بيه. يعني انا بحتاج ان انا من واقع برنامج حضرتك ان لازم حد يتبنى مصنع شركه النصر، حد يتبنى المصانع اللي ممكن تخلي للدوله او تخلي للمستهلك المصري كيان. وانا النهارده لما يبقى عندي كيان اقدر اجمع فيه سياره مصريه واصدرها بره هتجيب لي دخل. بس يبقى عندنا مواصفات كده زي ما قلت لحضرتك، عندنا اتفاقيات. الاتفاقيات اللي بتتم دي كلها بيبقى في احيانا بتبقى في قرارات بيحصل فيها اتفاقيات احنا بالدور المنتج المحلي. ما انا النهارده لو انا عندي اتفاقيه مع اوروبا او اتفاقيه مع المغرب او الاتفاقيات اللي هي موجوده دي كلها على مستوى الاتفاقيات الموجوده في مصر، طب ما انا حضرتك مش هيبقى عندي منتج محلي. هيحصل ازاي منافسه ما بين المنتج المحلي وان انا اقدر اجيب عربيه مستورده بدون جمارك؟ استاذ محمد